من رأي تغريد الواحد يقول ينصح الشباب، يقول لهم أن المرأة أو زوجتك إذا كان أبوها توفي فرحانها وتسنه يقول يعني إذا كان أبوها عايش لا ترحم. الرحمة يجب أن تكون سجية من سجاياه، ما بتكون والله يعني هذا نرحم وذا ما نرحم، لا ما يصير. اللي يسوي هالأشياء هذا يمثل على نفسه، ما هو برحمة. الرحمة ما تيجي تمثيل، هي تيجي سجية وعاطفة جياشة تنطلق لا شعورية. بالمناسبة ترى في أمرين، الأمر الأول سن اليتم، اليتم له سن معين، واليتم هو يتعلق وفاة الأب بالنسبة للإنسان البشر، بالنسبة للحيوانات وفاة الأم أو موت الأم، الحيوان ما يقال عليه وفاة، موت الأم. سن اليتم عند البشر هو ينتهي بسن البلوغ. بعض النسوان خبرة كانت تكتب زمان يوم كانت بداية، يا بنات أنا يتيمة وبزوج بناتي، هي يتيمة وبزوج بناتها، أبي فزعتك. مرة واحد أرسل لي قال لي إنه يتيم ويبي يتزوج، قلت كم عمرك أظن في 30 أو شيء من هذا القبيل، قلت تراني أنا بعد يتيم. قال لي قلت والله أبوي الله يرحمه كان يتيم، والوالدة الله يرحمها كانت يتيمة، وجدتي جدتي أيضا عاشت آخر عمرها يتيم الله يرحمه ويرحم أيتام المسلمين. خلاصة أخلاقك لا تجعلها تجارية، تعطي هذولا تمنع هذولا بناء على مصالحك، لا، الأخلاق يجب أن تكون سجية. عود نفسك أنك تكون إنسان خلوق وطبع نفسك، إنما الحلم بالتحلم والعلم سيد الأخلاق، إذا كان هذا سيدهم فما بالك بما هو دونه. السلام عليكم، مع السلامة.